بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي الأيام تتوالى في هذا الشهر الكريم، وكل منا يأخذ ما استطاع من بركاته. أليس في أيامه يأخذ كل منا زادا لما سيستقبل من أيام على حسب استعداده وعلى قدر اجتهاده؟ ولله لا يليه الحسان. كم تختزن فيها القلوب من نور يكشف لها أبعادا في أغوار الحياة، وكيف لا وقد انحنت أصلابهم في جوف الليل على القرآن، فعاشوا في جنات من نعيم القرب معروشات وغير معروشات، تحنو عليهم آية العرفان وتغشاهم السكينة، وقد نعمت أرواحهم بلذة القرب وتذوقت طعم المناجاة. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى مفتتح هذه السهرة، هيا إلى دوحة القرآن الكريم مع القارئ الشيخ هاني الحسيني وتلاوة من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، ولئن شكرتم لأزيدنكم. إنها نعمة من نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين أن وعدهم بأنهم يستزيدوا دائما من خيرات رب العزة سبحانه وتعالى بأن يشكروه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. هيا معا إلى هذه الكلمة الطيبة مع الدكتور محمد عبد ربه من شباب علماء وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الشكر خلق عظيم من أخلاق الإسلام، والله تبارك وتعالى أوصى سيدنا لقمان عليه السلام أن يشكره على نعمائه، فقال سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. والشكر هو الاعتراف بنعمة الله عز وجل، والله تبارك وتعالى سمى نفسه الشكور، فقال سبحانه: إن ربنا لغفور شكور، وقال سبحانه: والله شكور حليم. والله عز وجل قد وصف سيدنا نوحا عليه السلام بهذا الوصف، فقال سبحانه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال سيدنا داود عليه السلام: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهذا هو سيدنا سليمان عليه السلام، أعطاه الله تعالى من النعم ما لا يدخل تحت عد ولا حد، فسخر الله له الجن والشياطين، وبسط الله له في رزقه، فأخضع له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ومع ذلك كله، لما سمع حديث النملة مع بني جنسها حين كان يسير بموكبه، تدفق لسانه بعبارات الشكر والثناء لله عز وجل. قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه أن يقولوا عقب كل صلاة:
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه ثم يقول لأصحابه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ من فوائد الشكر أن الشكر سبب في النجاة من عذاب الله، وسبب في تفريج الكروبات ورفع الدرجات. قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الشكر سبب في ازدياد النعم من الله سبحانه. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عن فضيلة الشكر استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة من الدكتور محمد عبد ربه من شباب علماء وزارة الأوقاف. والآن هيا معا إلى دوحة الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ عبد اللطيف وهدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تشدو السماء شهر الصوم، تشدو السماء بشهر الصوم تهواه، فيها الهلال، فيها الهلال يناجي الله مولاه، يدعو لمن قلبه يهفو برحمته، يدعو لمن قلبه يهفو برحمته من أول الشهر كي يرضى به الله، يعطي من الرحمات الخلق يسعدهم من قدم الخير عند الله يلقاه. شهر التنافس في الخيرات فاغتنموا أوقاته قبل أن يمضي وننساه، فالله في أول الشهر الكريم هدى من صام حقا وحب الله نادى. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا
واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا